السوري يعتمد الكذب في اساليبه، ولذلك نحن نرفض. لا توجد بيننا عصابات. سيد احمد، هل انت في وارد تسليم نفسك للقوات الامنيه؟ نعم. هل تعتزم تسليم نفسك للقوات الامنيه ما دمت ملاحقا؟ يعني ملاحق، وانا احاول ان ادبر اموري لعل الله ينجيني منهم. لكن اريد ان اقول شيئا، ان هؤلاء الناس قد ذهب بعثوا الى اهل السويداء برسائل عن طريق التلفون الهواتف النقالة، يقولون لهم فيه ان الشيخ احمد الصياصني قد تهجم على الطائفة البرزية وعلى ابنائها وعلى ديانتها وعلى اعراضها، وهذا الكلام عار عن الصحة. انا لا اؤمن بالطائفية وانا ضد الطائفية، وانا بالعكس يوم الجمعة الماضي في الخطبة تكلمت، قلت لقد قدموا لنا هديتين يوم عيد الجلاء، الهدية الاولى المذبحة في حمص، والهدية الثانية أنهم أهانوا السيد زيد الأطرش، أهانوه وضربوه، وهذا أمر طيب. نحن سيد أحمد، هل ستبيت ليلتك في منزلك كما اعتدت على ذلك، أم ستبحث عن مأوى احتماء من الملاحقة؟ طبعا سأحاول أن أبحث عن مكان آخر أحتمي فيه. شيخ أحمد، كنت ممن قابلوا الرئيس بشار الأسد أو هكذا ترددت أنباء، وكانت لك تصريحات قلت فيها أنك تطالب بالحرية، سواء كانت سوريا تحت حكم الرئيس الأسد أو تحت حكم غيره، هل تغير هذا الموقف الآن؟ الآن تغير، نعم. الآن أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة الرجعة بيننا وبينهم، لأنهم قتلوا أبناءنا وذبحوهم وسقط عدد كبير من الشهداء، وبعد هذا لا مجال للتفاهم معهم. والآن توجد مجرى في قرية النعيم الآن كما سمعنا من الأخبار التي جاءتنا، لذلك هؤلاء كيف نلتقي بهم وكيف نتفاوض معهم أو نتحاور معهم وهم يقتلون أبناءنا صباح مساء؟ اليوم شيع 9 جنائز في حوران، 9 شهداء شيعوا في حوران، كل يوم نفقد شهداء جدد، كيف تريد أن نتفاهم مع هؤلاء القتلة الذين لا يرعون في الله إلا ولا ذمة؟ شكرا جزيلا للشيخ أحمد صياصنة، إمام المسجد العمري في دار